إذا بات الزوج غضبان على زوجته لعنتها الملائكة كما جاء في الحديث الصحيح، فماذا يحدث عندما تبات الزوجة غاضبة من زوجها؟ بكل تأكيد على الزوج وزر في هذه الحالة، وعلى كل زوج أن يرضي زوجته وأن يعاملها المعاملة الطيبة التي ترضي الله سبحانه وتعالى، حيث يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ما أكرم النساء إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم. وفي حجة الوداع أوصى النبي بالنساء خيرا، فقال عليه الصلاة والسلام: واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئا، وإنكم قد أخذتمهن بعهد الله واستحللتمهن بكلمة الله، فأوسعوا عليهن الكسوة والنفقة، يوسع الله عز وجل عليكم في الأرزاق.